بأهم الأنباء من شوف تي في، أهلا بكم. أعلنت مؤسسة محمدين الخامس للتضامن اليوم الثلاثاء أن عملية مرحبا 2014 المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمدين السادس ستنطلق ابتداء من الساعات الأولى لبعد غد الخميس وستستمر إلى غاية 15 شتنبر المقبل. وأضاف بلاغ لمؤسسة محمدين الخامس للتضامن بأن المؤسسة التي تساهم في تنفيذ وتنظيم هذه العملية هيئت 16 فضاء لاستقبال ومواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي التي يتم تسجيلها عادة بهذه المناسبة. أحالت مصالح الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية لمطار محمدين الخامس الدولي بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء على أنظار العدالة مواطنين إفريقيين ضبطت لديهما 3 كيلوغرامات ونصف من الكوكايين عند قدومهما في رحلة جوية من ساو باولو. وأفاد مصدر أمني محلي بأن هذين الشخصين الموقوفين كانا يتأهبان في نهاية الأسبوع الماضي للسفر حيث اتخذوا من مطار الدار البيضاء نقطة عبور نحو أبيدجون، ويتعلق الأمر أساساً بمواطنة من سيراليون من مواليد 83 حاولت تمرير نحو 2200 غرام من الكوكايين ضمن أمتعتها وذلك في شكل عدد كبير من أزرار الملابس النسوية. أما الشخص الثاني فهو من نيجيريا من مواليد 87 وقد تمت إحالته عقب عملية القبض عليه على الوحدة الطبية للمستعجلات بالنقطة الحدودية للمطار والتي استخرجت من أمعائه 82 كبسولة معبأة بنحو 1300 غرام من هذه المخدرات الصلبة. في الخبر الدولي أكدت مصادر محلية وقبلية لوكالة فرانس بريس أن الطيران الحربي اليمني شن الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي غارات على مواقع المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يخوضون مواجهات مع الجيش في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية. وأكد مصدر محلي لوكالة فرانس بريس أن المعارك بين الحوثيين والجيش انتقلت إلى الجهة الجنوبية من مدينة عمران وباتت بالتالي أقرب إلى صنعاء. وقد عرفت اشتباكات أمس الاثنين أسفرت عن مقتل 7 جنود يمنيين و18 مسلحا من الحوثيين بحسب ما أفادت به مصادر قبلية وطبية. في الخبر الرياضي عزز فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم صفوفه بثاني صفقة هذا الموسم بضمه لصلاح الدين العقال لاعب فريق الجيش الملكي السابق وفق ما أكده مصدر رسمي من إدارة النسور الخضر. وتوصل مسؤول الرجاء لاتفاق نهائي مع وكيل أعمال متوسط ميدان العساكر أفضى بتوقيع العقال لعقد انضمامه للقلعة الخضراء في إطار دعم إدارة الخضر لوسط الملعب لا سيما أن خروج العميد محسن متولي سيجبر الإدارة على إيجاد الخلف المناسب في أسرع وقت. وينتظر أن يضم الفريق الأخضر لاعبين آخرين لتعزيز صفوفه قبل بدء استعداداته للموسم الرياضي المقبل والذي سينافس فيه على 3 واجهات الدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا وكأس العرش. نهاية الموجز، إلى اللقاء.